حابب امتن لحضرتك قبل ما اتكلم في اي حاجه، امتن لحضرتك والقناه والبرنامج. ربنا يعزك. اخويا الكبير ودكتور محمود طبعا، واي حد قائم على العمل دوت. هو انا بس حضرتك لو هتكلم في حته التوعيه والكلام دوت بالنسبه للاهالي، وهي المشكله الكبيره ان الاهالي هي اللي بتجيب القاع مش المريض او مش النزيل اللي بيتعاطى او اللي بيضرب. ازاي؟ الخسائر كلها اللي بيحققها في حياته النتيجه كلها بتعود على الاهل. صح. المعاناه كلها بتقع على الاهل. انا بس كل اللي عايز لو اوضحه ان هو احنا بنتعامل مع مرض. مرض دي سماته ليه اعراضه، بيدافع عن نفسه بصور كتير جدا ومختلفه كتير جدا جدا جدا. مرض مشكلته بيكبر حجم مع حجم الوعي بتاع يعني اللي انت بتكتسبه من الحياه، من مهارات الحياتيه ومن تجارب الناس وخبرات الناس. هو برضو بيزود في نفسه وبيطور وبيعمل الابديت بتاعه وبيفضل دايما موجود. في اشكال كتير ليه طبعا وصور كتير. كويس ان انت سميته مرض، لانه الحقيقه الحاله فيها كل اعراض المرض. هو مرض زي ما هو تعريفه. هو مرض. هو اي نعم مرض، مش يعني مش ربنا ابتلاك بيه، انت اللي رحت له برجليك، بس في النهايه تحول الى مرض يجب ان انت تتعالج منه. اكيد. بس هو في مسببات للمرض من البدايه يعني. هو في حاجات كتير زي ما قلت لحضرتك، في اعراض بتبدا شويه انتهاكات الواحد بيتعرض ليها من صغره مثلا، انتهاكات في الشخصيه بتاعته بتؤدي لانتهاكات في النفسيه، وفي انتهاكات جسديه، في شويه عوامل كده استياءات بتتربى من الصغر والكلام دوت. تلقائيا بتلاقي الواحد بيطبق النظريه اللي هي بتاعت مدوات الذات، يعني بيبتدي ان هو يعالج نفسه بنفسه. انا خلاص انا وصلت لمرحله ان انا محتاج ان انا اطفي كميه الاستياءات والغل والغضب والخزي والعار اللي في حياتي، فانا محتاج ان انا اطفي الكلام ده كله. لو قابلتني بتدور على مهرب. لو قابلتني في سكتي المخدرات في الوقت دوت، وانا جوايا كم الكلاكيع اللي في الشخصيه ديت، فانا بالتالي محتاج ان انا اطفي الكلام ده كله. تمام. دي بتبقى عوامل واسباب بتادي الواحد، بتدخل الواحد لسكه الادمان والمخدرات. برافو عليك. صحيح. انت دخلت امتى؟ يعني بقى لي تقريبا الحمد لله ربنا كرمني، بقى لي سنه وثلاث شهور مبطل الماده العاليه برضو. بقى لي حوالي 5 سنين تقريبا. 5 سنين.